لقاء نادر ولحظة استثنائية وموقف شديد الأثر سجل فيه ولي العهد السعودي الشاب الأمير محمد بن سلمان واحداً من أعظم تدخلاته على الإطلاق في حضور المرأة السعودية من جديد في لقاءاته المتعددة بهن حينما اجتمع بهن على هامش مناسبة وطنية قبل أن يخرج ابن سلمان من القاعة خاطباً بعد دقائق معدودة لم يكمل فيها لقاءه خاصة بعدما أجبن نساء العائلة فيها على تساؤل غامض من جانبه وإليكم أصل القصة كشفت سفيرة المملكة العربية السعودية لدى واشنطن الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان حقيقة ما حدث في ذلك اليوم الاستثنائي الذي جمعها وأميرات من العائلة الحاكمة بالأمير محمد بن سلمان حينما دخل عليهن ولي العهد الشاب ووجدهن يجلسن في الصفوف الأخيرة من القاعة فأثارت اللقطة في نفسه مشاعر غاضبة وشعر أن الأمر ربما يكون مدبراً وفي ثوان معدودة ظهرت على وجهه علامات الغضب البالغ بوضوح للجميع وقرر أن يسأل الدبلوماسية الشابة عن السبب الذي جعلهن يجلسن في الصفوف الأخيرة في تلك اللحظة الفريدة شعرت فيها الأميرة ريما بقيمة التغيير الجديد الذي طرأ على بلاد الحرمين الشريفين وكيف أن المملكة تقدر نساءها بشكل غير مسبوق وبالطبع لم يصله أي إجابة على تساؤله المفاجئ رغم أنه كرر أكثر من مرة تساؤله على مسامع الأميرة ريما حتى أنها أكدت له أنهن من لجأن لذلك الفعل دون أن يجبرهم أحد عليه وظلت أسرار اللقاء لا يعلمها أحد حتى وقت قريب فمسألة أن يخرج ولي العهد من القاعة غاضبا وبعد دقائق معدودة دون أن يستكمل لقاءه أثارت الكثير من الشكوك بعدها خرجت الأميرة وكشفت في لقاء تلفزيوني أنها جلست بالخلف ومن جانبها زميلاتها لأنهن شعرن أن مجرد المشاركة في مثل هذه المواقف كان شرف بالغ وتقول الأميرة أنها أرادت ألا تزعج أحد بحضورها لكن على ما يبدو أن تصرفها وغيرها من الإمارات أزعج ولي العهد نفسه دون غيره ممن ارتادوا القاعة التي شهدت اللقاء وعلى ما يبدو أن ابن سلمان كان يأمل أن يجد السيدات من نساء العائلة في المقاعد الأمامية كلمسة إنسانية متحضرة من جانب القائمين على الحفل وهو ما لم يحدث لكن لم يعترف أحد بذلك حتى خرجت السفيرة السعودية لدى واشنطن وباحت بسر خروج ابن سلمان غاضبا من اللقاء وأن السبب الذي احتفظ به لنفسه لم يكن سوى إلا رغبة في ظهور اللقاء بشكل غير مسبوق إذ كانت رغبته ملحة في أن يشاركنا جميعا في تحديد مستقبل المملكة الآمن ويكن لهن دور بالغ الأثر في ذلك الطموح وبالفعل أثارت التصريحات التي أدلت بها الأميرة ريما بنت بندر موجة واسعة من التفاعل في جميع أنحاء المملكة ما بين مؤيد ومعارض لتلك الرغبة التي كان يحلم بتحقيقها ولي العهد على أرض الواقع.